بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم أما بعد، فهذه ندوة علمية كبرى تعقدها وزارة الأوقاف بالتعاون مع صحيفة عقيدتي تحت عنوان مفهوم العمل الصالح في عشر ذي الحجة. ويحاضر معنا في هذه الندوة عالمان جليلان من وزارة الأوقاف، هما الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والدكتور كمال سيف مدير مكتب معالي وزير الأوقاف. وبين يدي تقديم الندوة وبين يدي حديث العلماء، نود أن نتقدم بخالص التحية والتقدير والشكر لمعالي الوزير الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رعايتها الكريمة لهذه الندوات رعاية كاملة واهتمامه بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. ونود الإشارة أيضا إلى أن هذه الندوات تسجل صوت وصورة أونلاين وتذاع على موقع الوزارة، وتنشرها عقيدتي في عددها الصادر يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. ونبدأ مباشرة مع الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة لشؤون الدعوة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. في البداية أستاذ إبراهيم برحب بحضرتك وفي مكانك وفي بيتك في مقر وزارة الأوقاف، وبرحب بأخي الفاضل فضيلة الدكتور كمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق، وأسأل الله سبحانه أن يسمع الناس منا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبداية لابد أن نسجل شكرنا لمعالي وزير الأوقاف على اهتمامه بإعادة هذه الندوات واستمراريتها في ظل هذه الظروف التي يعاني منها العالم، جائحة كورونا، والمجهود الكبير الذي تقوم به الوزارة من خلال إيجاد بدائل للدعوة، مثل استحداث الدعوة، إدارة الدعوة الإلكترونية، ونشر كثير من الفاعليات التي تقوم بها الوزارة، فعاليات الدعوية على صفحات الوزارة التي يعني تجاوزت 20 صفحة، ومواقع الوزارة المتعددة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول وفيما نعمل، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا أمام الله عز وجل يوم القيامة. ثم إننا اليوم نتحدث عن أيام جليلة نحن يعني في استقبالها، أيام جعلها الله سبحانه وتعالى نفحات يتفضل فيها على عباده بالرحمة والمغفرة، والعاقل والذكي هو من يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، عسى أن تصيبكم نفحة من نفحات ربكم فلا تشقوا بعدها أبدا. تأتينا هذه النفحات نفحة بعد نفحة، تذكر الغافل وتشد من عزم المجتهد ليزداد اجتهادا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن رأس مال الإنسان في هذه الحياة هو الوقت، وقتك هو رأس مالك، والإنسان لابد أن يغتنم كل لحظة في عمل مفيد. لا أحد منا يقف في محله أبدا، إما أن تتقدم وإما أن تتأخر. لذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في طريق العبد إلى الله سبحانه وتعالى، في طريقه حتى في حياته وأمور حياته الدنيوية، إما أن يتقدم وإما أن يطور من نفسه وإما أن يجتهد وإما أن يضيف إلى ميزان حسناته، وإما أن ينتكس إلى الوراء، لأنه لا أحد يقف محلك سر كما يقولون. فالإنسان العاقل يغتنم كل لحظة من لحظات حياته في فعل شيء مفيد في أمور دينه أو فعل شيء مفيد من أمور دنياه. ولا بد أن ننبه هنا على أمر مهم، أمر النية، على أمر النية. لا بد للإنسان أن يكون له نية في كل ما يفعل، في كل ما يفعل، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فإنه إذا كانت له نية في أمور الدنيا
تحولت هذه النية أو تحولت هذه الأفعال التي يفعلها من العادات والمباحات إلى أمور يأخذ أجرها ويأخذ ثوابها أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن نشير إليه هذا اليوم، أن مفهوم العمل الصالح في هذه العشر بل في أيام الدنيا كلها مفهوم واسع، لا يقف عند حد العبادة كما يتصور البعض من صلاة أو صيام أو قيام أو تلاوة قرآن، إنما مفهوم العبادة في ديننا مفهوم واسع يتسع ليشمل كل مناحي الحياة. فكل ما يفعله الإنسان يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى هو بذلك في عبادة، أكله وشربه وعمله وسعيه ونومه وكل ما يقدمه إذا ابتغى به أجر وجه الله سبحانه وتعالى تحول هذا الأمر إلى عبادة. لذا حينما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء أخذوا الأجور كلها، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ولا نتصدق. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ فإن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في العلاقة الطبيعية بين الرجل وزوجته صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كانت له أجر. ما الذي يميز هذا كله؟ النية. لذا كانت النية أهم ما ينبغي أن يهتم به الإنسان في هذه الأيام الصالحة حتى تتحول حياته كلها إلى عبادة. هذه الأيام أيام عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، أقسم بها ربنا جل وعلا لجلالها وفضلها وكرمها، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما عظيما، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام عشر ذي الحجة. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ليبين لنا قيمة العمل الصالح في هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رجل خرج للدفاع عن دينه ووطنه في ظل يعني خروج شرعي بأمر حاكم، ثم لم يرجع من ذلك لا بنفسه ولا بماله، فهذه منزلة عالية ومكانة فاضلة. هذا الحديث الذي ساقه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث فيه عن العمل الصالح، تحدث عن العمل الصالح بعمومه، لم يحدد لنا أمرا معينا ولم يحدد لنا شيئا معينا، وإن كانت بعض العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله سبحانه وتعالى أولى من بعضها وأفضل من بعضها وأعلى أجرا من بعضها فهذا أمر وارد، لكن كل عمل يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام هو من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يبلغنا العمل الذي يرضيه عنا، وأن يرزقنا النية الصادقة الصالحة التي يتقبل بها العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. جزاكم الله خيرا دكتور، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. ويعني قبل ما نقدم الدكتور كمال، عايز أقول إن هذه الندوات يعني كانت تجوب مساجد مصر كلها، وأطافت جميع المحافظات، وقد دخلت عامها الرابع. ولما جاءت جائحة كورونا حرص معالي الوزير أن تعقد هنا في مقر أو في ديوان عام وزارة الأوقاف، وتذاع أونلاين وعلى موقع الوزارة، وأيضا تنشرها عقيدتي. فيعني حرصا من معالي الوزير على استمرار هذه الندوات التي يختار لها موضوعات بعناية، وأيضا يختار لها المحاضرين بعناية فائقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله في ميزان حسنات كل من يشارك فيه. والآن يتفضل فضيلة الدكتور كمال سيف يحدثنا في موضوع الندوة، فليتفضل مشكور. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية أود أن أسجل خالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
على رعايته لهذه الندوات الكريمة والنشاط الدعوي العظيم، وحرصه الدائم على استمرار انعقاد هذه الندوات حتى في ظل ما تمر به الدولة والعالم أجمع من أزمة، مثنيا بتقديم الشكر والتقدير للسادة الأفاضل الحضور، فريق عمل الندوة سعادة الأستاذ إبراهيم نصر رئيس تحرير جريدة عقيدتي، والأستاذ محمد السعاتي من المتابعة لجريدة عقيدتي. أسجل شكري وفخري واعتزازي بصحبتي لأخي الفاضل وصديق العزيز الدكتور أيمن أبو عمر في هذه الندوة الكريمة العظيمة، وأود أن أقول ما ترك السابق للاحق شيئا فبعد كلمة الدكتور أيمن، يعني نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالفتح والمدد في هذه الأيام الطيبة المباركة. نتوجه بالتهنئة والتبريكات للأمة العربية والإسلامية بحلول هذه الأيام الطيبة المباركة، ومن حكمة الله عز وجل أن جعل هناك أفضلية للأمور بين بعضها البعض، ففضل الله سبحانه وتعالى بعض الأيام على بعض، وفضل الله سبحانه وتعالى بعض الشهور بعضها على بعض، وفضل الله سبحانه وتعالى بعض الناس بعضهم على بعض، وبعض الأماكن على بعض. هذه سنة الله عز وجل وحكمة الله عز وجل في خلقه. من ضمن ما فضل الله سبحانه وتعالى به، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام الطيبة المباركة أقسم الله عز وجل بها في قرآن الكريم، فقال الحق سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر، فأجمع جمهور المفسرين على أن المغراد والمقصود بالليالي العشر هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. والعلماء يقولون أن أقسم الله عز وجل بها نظرا لفضلها ولمكانتها ولعظمها ولشرفها، فالعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بالعظيم، فهذه الأيام العظيمة المباركة ينبغي أن نستغلها وأن نستثمرها أفضل استثمار. ولم يكن فضل هذه الأيام مقتصرا على الأمة الإسلامية، بل يرجع تاريخها إلى ما قبل الإسلام، فالله سبحانه وتعالى جعلها جملة الأيام التي واعد فيها سيدنا موسى عليه السلام، حيث قال الحق سبحانه وتعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. العلماء المفسرين يقولون أن الليالي العشر التي تم الله عز وجل بها الميقات لسيدنا موسى عليه السلام هي ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة المبارك، فهذه الأيام لها أفضلية، لها مكانة عظيمة، لها تاريخ كبير وتاريخ عظيم، ينبغي أن نستثمرها وأن نكون فيها عند العمل الصالح عند مراد الله عز وجل من هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا كما ذكر فضيلة الدكتور أيمن في حديثه الشريف عن العشر الأوائل من ذي الحجة، ما من أيام، يعني إذا ما بحثت إذا ما فتشت إذا ما نظرت لن تجد هناك أياما أفضل من هذه الأيام، يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. الصحابة أرادوا أن يبينوا أو يستفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم، أي استثنى جميع الأعمال حتى أعظم عمل ألا وهو الجهاد، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بمالي ونفسي فلم يرجع من ذلك بشيء. من استطاع أن يخرج بمالي ونفسي في جهاد في سبيل الله عز وجل ولم يرجع من ذلك بشيء، مضحيا بنفسي ومضحيا بمالي في سبيل الحق سبحانه وتعالى، هذا الذي قد يواكب فضل هذه الأيام وفضل الأعمال في هذه الأيام التي هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه الأيام. ولذلك العلماء يعدون السعي إلى الأعمال الصالحة في هذه الأيام من الأمور التي يوفق إليها العبد، فيذهب بعض العلماء إلى استحباب الصيام في هذه الأيام، صيام التسع الأول من ذي الحجة، خاصة وأن فيها يوم عرفة،
هذا اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه الدين وأكمل الله عز وجل فيه العدة، كما قال الله عز وجل في قرآنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما سئل سيدنا عمر بن الخطاب أو لما حاجه أحد اليهود في هذا الأمر، فقال: إن عندكم آية في كتاب الله عز وجل لو نزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم في أي مكان نزلت وأي يوم نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة في حجة الوداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن هذه الأيام أيام عظيمة، أياما عظيمة يستحب فيها العمل الصالح والتقرب لله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا العمل يعني كما أشار فضيلة الدكتور أيمن العمل الصالح غير مقيد بعمل معين، وإن كان يستحب فيها الأعمال الصالحة التي يعني يسعى وتكون لها شغف عند كثير من الناس كالصيام كالصدقة، إنسان يتصدق إلى الله عز وجل ويخرج صدقات إلى الله سبحانه وتعالى، هذا له من الأجر العظيم، كما قال الحق سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أراد ضمانا لعدم الخوف ولعدم الحزن والأجر والثواب عند الله عز وجل فليبتغي بصدقته وجه الله سبحانه وتعالى بلا من ولا أذى، ولا يلحق بالفقير ولا المتصدق عليه أذى ولا شيء من هذه الأمور التي قد تنال من مشاعره أو تنال من إحراجه. فالصيام والصدقة وصلة الأرحام وبر الوالدين وتفقد الأحوال للأسرة وتفقد الأحوال للفقراء، وكل هذه الأمور ينبغي أن تكون عند محط نظر الإنسان في العمل وفي السعي وفي العطاء حتى ينال ما عند الله عز وجل من أجر ومن ثواب أعده لعباده الصالحين، خاصة في هذه الأيام المباركة التي كان لها من المنزلة والشرف أن جعلها الله عز وجل متممة للأيام التي لاقى فيها سيدنا موسى عليه السلام، وجعل الله عز وجل قسما له في قرآنه الكريم، وجعل الله عز وجل خاتمة للدين وإتماما للنعمة في نعمة الإسلام التي من الله عز وجل علينا فيها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء المبارك الطيب إلا أن نتوجه الله عز وجل بخالص الدعوات، وأن يتقبل الله منا أعمالنا وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة والوجه الكريم خالصة، كما أتوجه إلى حضراتكم جميعا وإلى الحضور الكريم بالتهنئة بحلول هذه الأيام المباركة، سألنا الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان على مصرنا وعلى بلاد العالم أجمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا دكتور كمال، ويعني إذا سمح لي أخواني العلماء الأفاضل أن أضيف شيئا فيما يتعلق بالحج، وقد منعته عنا كورونا هذه الجائحة التي منعت كثير من المسلمين في العالم الإسلامي أجمع من الذهاب إلى الحج والاكتفاء في الموسم القادم بعدد محدود جدا من المقيمين في المملكة العربية السعودية. فإني أتوجه إلى من كان يرغب في الحج أو دبر نفقاته وكان عازما، إن شاء الله أنت مأجور بهذه النية، لأن المانع ليس من عندك وإنما منعك مانع قهري، فأنت مأجور بالحج إن شاء الله حتى ولم تؤدي مناسكه. وأقول الذين كانوا يريدون الحج حج نافلة، لو تصدقتم بنفقات الحج على الفقراء وإطعام الجائعين وكساء العارين لكان أظنه يعني يعدل الحج أو يزيد. فهذه دعوة للقادرين على الحج ومنعهم مانع أن يتصدقوا بهذه الأموال على الفقراء والمحتاجين وما أكثرهم، فخاصة أن هذه الجائحة أثرت على أناس ومنعتهم أعمالهم وصاروا انتقلوا من اليسر إلى العسر، فينبغي أن نتوجه إلى هؤلاء برعايتهم والنفقة عليهم ومساعدتهم حتى يقيموا أودهم وينفقوا على أولادهم. فهذه دعوة يعني أرجو أن تجد صدى لدى القادرين في أن يتوجهوا بنفقات حجهم النافلة إلى هؤلاء الفقراء،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذه الغمة ويرفع عنا هذا البلاء، وأن يحفظ مصرنا ويحفظ سائر بلاد العالمين من هذا الوباء، وأن يكشفه عنا عاجلا غير آجل إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. وفي نهاية هذه الندوة الطيبة المباركة أكرر شكري وتقديري لمعالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإلى السادة العلماء الدكتور أيمن أبو عمر والدكتور كمال سيف، وإلى السادة المشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.